سلام. أمي راحت، أخوي محمود وعلي وخالد ومرت أخوي، ابن أخوي صغير راح. أرجيك صورته وصغير أخ خالد. عمين كنت عم تدور هلق عفشي أمري يحتل كنت صحنا من أولا يرد علي ما جبت له شيء. أي مرتي وأي أخوي طلع هذا ابن أخوي صغير أحسن طالع شو مريحته أحسن طالع طلعته بس ما هيت. هاي أمي هاي أمي صبرت معها قبل ما تموت راحوا سبع لو أنا ميت برتاح ما بشي الهم ما بدي أقوم ما عب حسن أبرو غير ما أطلع غير هون. قلت لهم جيبوا لي فاجر كانت أمي عم تحكي معي قلت لهم جيبوا لي فاجر ما جابوا لي تقول لي تعال طالع يعني طلعت أخوي مني حوايش وراحوا لي سبعة عودي أم هون ريحت كانوا بركين هون صح لهم يردوا علي دق لهم على التلفون ذكر بركي يردوا عليك قل لهم على التلفون يا يام كسر ظهري من بعدكم يا يام يا يام شو بدي اعمل يا يام يعني تأخروا كتير ما تأخروا تموا تاني نهار المساء ما طلعوا قلن بدنا باقر بدنا شي ما يطالع يعني يومين تسمع صوتهم أمي سمعنا صوتها أمي سمعت صوتها ما طلعوا لي هي تقولي طالعني قال لي طالعني بدي هي كانت صبرني ما راحت كياني يا ضو عيني يا يام يا ضو عيني يا ابو عبدو راح محمود راح كان كل يوم يروح الجامع يصلي كل يوم كواهن ليك ما كواسو يا ما عم بحسن نام بلاها ما عم بحسن نام بلاها هاك من راحة أبو مات لفف ابنه وراي لفف ابنه وراي يا كسرتي ظهري ليش رحتي وعفتيني وما ما أخدتيني معك ليش كنت بخلص من ألهم يا يام يا يام ليش رحتي وعفتيني يا يام وعديني محسن طالك يا يام خليتي الأحجار تفطسك الله لا يوفقن الله لا يوفق الأحجار يا يام يا ضو عيني كسرتي ظهري كسرتي ظهري ما بدي أقوم بدي أشوفهم هلأ بركي بيردوا علي من هون طلعت لها مخدتها وهي سفنشتها هي كانت تنام علي هي طلعت لها هي من هون كانت تنام علي هي تحط راسها علي وتنام ليش عفتي ورحتي ما كنتي تنامي علي قومي
روح بدي اقوم. صلي على النبي. الله اعطاهن اخذهن بس فراقن مشى. المصابه كبيره هيك على الجميع من الله يعني. راحوا لي سبعه ولي قلبي. هاي كانت تتابع علي هي. تابع علي هي. خبت لها حرام بدي خبي له في قلبي. احرام اخوتي خبت لهم هن بدي خبيهم. بدي خبي لهم هن. هاي. لا ما يبردوا. هلا بدي طالع بركي بلاقي ريحتهم. في اغراض لهم بدي طالع لهم ريحتهم. اصلا قوض عصيان كمان. اه اخوتي. قوم قوم. ما بدي كل يوم عم تذكرها بصح لما البرندا بترد علي. هلا ما عم ترد. قلت لهم جيبوا لي باقر. بص ايش رايكم الله يوفقكم جيبوا لي. ما يجيبوا لي. قلت لهم جيبوا لي باقر. والله ما يجيبوا لي. قلت لهم طبوا لي تحت جنزير الباقر بركي بموت. معلش لانه ما عم بحسن طالعا. ارقد لا طالع ما احسن طالع. راحوا والحلم. قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أعطانا الله أخذنا. الحمد لله. بس الفراق بيشع. صعب. أمي لك لو أمي تماني. كسر ظهري أمي. كسر الظهري والله. مثل المجنون بيجي من الصبح. طلع علي بروح على التربة برجع بيجي. والبركي بلاقي لي حدا منه ما عم بلاقي. اليوم روبي جي ما عم لاقي حدا طاول. صلي على النبي. روح. الله صلي على النبي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خير الخلق مات. كليتنا بدنا نموت. قالوا انك ميت وانهم ميتون. اللهم صل على سيدنا محمد. والحمد لله يعني شهداء. صح. شهداء. شهداء. يلا روح. هدي صلي على النبي واستهدي بالرحمن. والله الفراق باشا ما بستحسن. ما بستحسن اي فن. لا هني صاروا عند اكرم الاكرمين. يلا روح هدي وهدي حالك والبركه فيك وفي اخوك. البركه فيكم. الله يسلمك. الله يسلمك. يلا هدي حالك. سيكورة؟ ما بدخن. ما بدخن؟ معي رابو ما بدخن. يعني سلامتك. هلا لسه في حالهم. بكره لسه بس يمشي الايام. والله بجن لانه شفت البناية. طلعت انا من البناية لحالي. ما حدا طلع. طلعت وصلت لبرا عديك الميل قدام عيني وقعت. شفتها شلون وقعت. يعني انت طلعت فورا؟ طلعت فورا. فقت طلعت ما فورا قول عدشاني وطلعني لبرا. انا طلعت لبرا البنايه نزلت كلها. طلع هو واختي واخوي الصغير واخوي واحد في المستشفى قدام. بسرعه طلعتوا ووقعت البنايه. ايوه سيوي. صارت ملح. دعسوا في البيت الدرج في حجار. فتحنا الباب لطلعنا اخوي واختي واخوي الاخر. ماني مطالعن. ما حدا بيطالعن. ماتوا ولاد الجيران. بيجي خمسة طلعت لا ستة كمان عايشين. لو مستنين الدفاع كانوا ماتوا. وكان قلبي محروق من جوا. بس منيح الله هيك بعت لي يسلوني. كنت بموت والله. يا سلامتك ان شاء الله. وقعت البناية رقت مثل المجنون. مثل المجنون. والمطر عم تنزل علي. عيني ها هون امي غرفتها. كل ما اجي صح له هلا المين بدي صيح يا ايام. المين بدي صيح يا محمود يا خالد. اين هلا بدي صاح لك. ليش ما عرفت لي ابنك تسلى فيه. والله كنت احط لك وفي عيني. حرول حرقوا لي قلبي. ما حدا بيطفي قلبي. الاجري في المي البارده مو مثل الاجري في المي السخنه.
أنا قلبي جوا عم يغلي. كانوا شلون سيخوا هالحجرات يفتصون مشكيون الله مشكيكوا الله يا هالحجرات ليش أخذتوا ليهن وبشكي البواقر ليش ما جابوا لي باقر أمي كانت عم تصح لي بحسن طالعة بس طلعت أخوي بشير يقول لي ما طلعت لي ما بسامحك والله طلعته يبكي يقول لي ما طلعت لي ما بسامحك طلعته الحمد لله هو هلأ في المستشفى يا رب ما لنا غيرك يا رب يا رب أنت أعطيت وأنت أخذت يا رب صبرنا يا رب يا عيني عليك يا رب بعت لي مرض ينسيني يا رب لا يا رب يلا هدي حولك أبدي أقوم من سبب يلا قوم استهدي بالرحمن يلا قوم يلا قوم أخيك قوم هات إيدك أيوة يلا قوم استهدي بالرحمن وشد عزمك وشد قوتك خلي سفنجة تذكر بدي خبي لها هي ايه هات ناخذ سفنجي معنا يلا روح يلا خذها هات ايدك يلا ايوه ايه خذها يلا خذ السفنجي معاك هي بدنا بدي خذها هي خذها روح وهدي يلا جيت أمي بدي أخذها معي